أقر مجلس النواب في جلسته مساء الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017. وبموجب القانون تناط مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل تسمى إدارة قضايا الدولة، نظرا لزيادة أعداد الدعاوي الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوي الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة. أنا اقتراحي أنه لابد من صدور نظام خاص لضبط وتحديد مهام وعمل المحامين المراد التعاقد معهم. هاي بالنسبة لهذه النقطة. النقطة اللي هي الثانية اللي هي الفقرة اللي بعديها، أنا مع شطب فقرة أو عبارة على أن لا يكون وكيلا في خصومة قائمة ضد الدائرة. هذا الكلام يؤدي إلى أنه ما في محامين راح يتعاملوا معه. نعم. للوكيل العام موافقة المجلس أن يتعاقد مع محامين أردنيين للقيام بدور الوكيل في أي دواعي دعاوي أمام المحاكم وهيئات التحكيم الداخلي. وأضافت اللجنة الكريمة اللي هنا، دعني أنصف اللجنة أني حضرت أكثر من جلسة وأحد المواد فقط، والله قعدوا أكثر من ساعة ونص ومناقشوا مادة واحدة. أنا بقول يجوز للحكومة أن توكل محامي وكيل في قضية، وهذا لا يتعارض نهائيا مع قانون نقابة المحامين. وكيل في قضية معينة مش موظف. لا نجيز لكافة أطراف الدعوة أن يطلعوا على ملفات الدعوة كما يحق للوكيل العام وغيره. لذلك اقتراحي المحدد يجب إضافة ولكافة الأطراف بعد الوكيل العام حتى يستطيع الطرف الآخر الاطلاع على ملفات القضية بدلاً من أن يكون زي الأعمى بالزفة، وبذلك نعطي حق التقاضي حق الحصول على المعلومة لكافة أطراف القضية وليس يكون مقصوراً على الوكيل العام والموظفين. كما حال النواب مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 إلى لجنته القانونية. ويأتي تعديل قانون الشركات لضمان التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الأقلية من المساهمين وأصحاب المصالح بما فيهم الدائنون، الأمر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال وأهمها تقرير ممارسة الأعمال، فيما يهدف القانون المعدل لقانون التحكيم إلى تسهيل اللجوء إلى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول إلى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن. أن الشروط الحالة الضرورة غير متوفرة لنص حالة المادة، لذلك تحاشيا لأجد مع المجلس الكريم إحالة نص المادة 82 من الدستور أن حالة الضرورة غير متوفرة في هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية للبت فيها في ظل نحن دولة المؤسسات والقانون، وفي حال عدم الموافقة فإنني أقترح إحالتها على اللجنة هذا المشروع على اللجنة القانونية مع تمسكي بالمادة 82 أن حالة الضرورة غير متوفرة ولا بد من إحالتها إلى المحكمة الدستورية في هذا الخصوص. ولا يجوز إجراء صلح أو تحكيم أو تسوية في دعوة تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بعد استطلاع رأيها. 2. يصدر مجلس الوزراء نظاما لإدارة قضايا الدولة يتضمن طريقة أداء العمل وتنظيم الارتباطات والصلاحيات والمهام والموازنة بما يكفل تمام الدور المنوط بالإدارة. لا شك أن هذا التعديل
قد جاء ليصب في هذا الاتجاه، هذا من حيث المبدأ ومن ظاهر أمره ومن الأسباب الموجبة التي جاء بها مشروع القانون. إلا أنني أرى أنه في الفقرة باء من المادة الثالثة يعني جاء النص غريبا ولا يتفق مع حتى قواعد اليونسترال، عندما قال أنها تراعى في تفسير أحكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي. ينبغي كان على مقدم هذا المشروع أن يتحدث عن قواعد اليونسترال التي تعتمدها كل غرف التحكيم وكل الدول المهتمة بالتحكيم وليس التحكيم الدولي. التحكيم الدولي مختلف، التحكيم الدولي على سبيل لا أنا بحكي قراءة أولى سيد الرئيس، وبالتالي ربما يعني على الأقل عندما يذهب إلى اللجنة تأخذ ما أتحدث به من يعني في باب الاعتبار. لذلك وأيضا موضوع أن نحيل إلى الأعراف الدولية التجارية الدولية أيضا هذا أمر ربما يعني سيصعب على المحكمين مستقبلا عندما ينظرون إلى نزاع تجاري دولي أو أي نزاع آخر سواء كان اتفاقي أو غير اتفاقي أن يذهبوا بهذه الاتجاهات، لا سيما وأن عنوان وأن محرك وأن حجر الرحى في التحكيم هو اتفاق الأطراف وإرادة الأطراف في مثل هذه المسائل. مما يتطلب التوسع في الحديث عن عملية التحكيم في مسعى لتوطينه وإيجاد بيئة حاضنة له، وإذا لابد من التعديل ومراجعة قانون التحكيم النافذ ليواكب المستجدات الحالية وتطوير أدوات وأساليب عملية التحكيم بصفتها رافعة هامة جدا من روافع العمل التجاري. وكلنا يعلم أيضا بأنه لا استثمار بدون بيئة أو قوانين تحفظ للجميع حقوقهم، وأتمنى من المجلس الموقر الموافق على إحالة القانون للجنة القانونية وشكرا. وحذر بيان تبناه مجلس النواب من مغبة أي إجراءات إسرائيلية تهدد القدس والأقصى ومن استخدام عملية الجمعة للمساس بقدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ومحاولات أي تغيير زماني أو مكاني داخل القدس والأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف. وأضاف البيان الذي تلاه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في بداية الجلسة أن تطاول الاحتلال الإسرائيلي على أقدس المقدسات في القدس والأقصى والحرم القدسي الشريف سيظل سببا في استمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت، كما أن التمادي الإسرائيلي وفداحة ما يرتكب من جرائم سيظل السبب في إشعال نار الانتقام في صدور الأجيال التي ما زالت تتوارث كره الاحتلال. وقرر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل في جلستين صباحية ومسائية لمناقشة القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.